لو الحكاية فيها إن فيتو ليه في عيد أم وما فيش عيد أب؟ عشان الأم هي ليها فضل كبير قوي عن الأب، لأن هي الأم هي اللي بترعى ابنها وهي اللي بتشيلهم وهي اللي بتعينهم وهي كمان اللي شالتهم في بطنها 9 شهور. بصراحة هي بتتعب أكتر من الأب. الأب ممكن يجي بيبقى برضه تعبان في الشغل، بيجي ممكن يقعد مع عياله شوية وينام، بس ما بيبقاش بيرعاهم زي ما الأم قاعدة. علشان الأم أحلى حاجة في الدنيا كلها، وأحلى من أي حد. لأن الأم هي اللي يعني هي اللي بتعمل فيها 9 شهور أول حاجة، وهي اللي بتربيني وتعلمني يعني، وبالبلد كده بتعمل الأكل وكده وتروق وتمسح والحاجات دي. لأن أمي هي اللي أكلتني وشربتني. عشان الأم طبعا زي الأب، لكن الأم ليها أفضل علينا أكتر، يعني هي بتتعب معانا أكتر من الأب. الأب بيروح الشغل بعد كده بيرجع بينام مثلا بياكل، لكن الأم من النهار وقاعدة معانا وبتقعد تتعب معانا وتزعق وذاكر يا ابني مش عارف ايه. وطبعا الأم ليها أفضل أكتر من الأب. عشان الأم طبعا أكتر واحدة بتتعب، وهي اللي بتربي وهي اللي بتبقى حامل 9 شهور، فهي اللي بتتعب طبعا. عشان كده طب لو في عيد أب هتجيب لبابا هدية؟ أي لازم. طب قول لبابا كلمة. بحبك يا بابا وانت أحسن أب في الدنيا. أكيد طبعا. طب قول بابا لبابا كلمة. ربنا يخليك يا بابا. ربنا يخليك يا بابا. طبعا هجيب له بابا هدية. طب وجه لبابا كلمة. بحبك. أنا بحبك جدا، فربنا يخليك لي.